صوت العرب من القاهرة بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة. تاريخنا ماضينا حضارة أثار، صور ملاحم، قصص وانبهار، ما بين الخيال والأساطير، مغامرات غدير وبكير، مغامرات غدير وبكير. غدير وبكير في عالم الأساطير، تكتبها مروى محي، مدحت رياض، هندسة إذاعية محمود صبري، الإخراج سعدية حسين. خدتوا بالكم من اللي حصل يا جماعة؟ واضح إن أخيليوس ما يعرفش حاجة عن الخطة اللي حطها أوديسيوس ومينيلاوس بخصوص جواز إيفيجينيا. يعني يا بكير، بعتوا يجيبوها ويقولوا لها تعالي اتجوزي أخيل، ومحدش فيهم كلف خاطره يقول له على الموضوع ده، لولا ان إيفيجينيا ومامتها قابلوا صاحبه وقعدوا يسألوا عليه ما كانش هيعرف حاجة خالص. اسمه أخيليوس يا نادر، وغالبا محدش قال له علشان عارفين انه ممكن ما يوافقش على خطة ان هم يجيبوا إيفيجينيا بحجة جوازها منه، وبعدين يقدموها قربان لأرتميس إلهة الصيد. يعني غدير كانوا فاكرين نفسهم هيعرفوا يخبوا عنه لحد امتى؟ اهو عارف بالصدفة، وحتى كليتمنسترا استغربت من رد فعله لما قالت له احنا طلبنا نقابلك علشان طلبت تتجوز بنتي، ومفروض تكون قاعد في انتظارنا. المفروض يا هدهد انه دلوقتي راح يقابل اجاممنو، عايزين نعرف هيقول له ايه. مستني ايه يا بكير؟ يلا بينا. يا ملك اجاممنو، ممكن تفهمني ايه اللي بيحصل بالظبط؟ تقصد ايه يا امير اخيليوس؟ انا قابلت زوجة جلالتك دلوقتي الملكة كليتمنسترا، ومعاها بنت جلالتك إيفيجينيا، وزوجتك قالت لي انهم وصلوا هنا ميناء بوليس عشان جوازي انا وإيفيجينيا، فياريت تفهمني بالظبط ايه اللي بيحصل. يا امير اخيليوس، انت عارف اللي حصل لنا الفترة اللي فاتت، كمية العواصف والرياح اللي خلتنا نفقد جزء كبير من السفن، واحنا لسه واقفين في الميناء، وكل اللي حصل ده بسبب غضب الإلهة أرتميس. وإيه دخل اللي حصل لنا بزيارة زوجتك وبنتك لينا؟ وإيه علاقته بالكلام اللي قالته ليا دلوقتي؟ لما بعتنا نعرف إزاي نرضي الإلهة أرتميس علشان تسيبنا نبحر في سلام لطروادة، كان ردها إني لازم أقدم بنتي إيفيجينيا قربان ليها، وأعرف إن ده صعب عليا جدا، وصعب كمان أبعت أقول لها تعالي أقدمي القربان للإلهة، وطبعا هي والدتها هيرفضوا ييجوا هنا. وبعدين عملت ايه يا ملك هجممنو؟ قلت لهم ييجوا ازاي؟ ده كان اقتراح القادة الإغريق، مش اقتراحي انا يا امير اخيليوس، والحل الوحيد علشان ييجوا اني اقول لهم بفكرة جوازك من إيفيجينيا. انا مش مصدق انك اب للاميرة الرقيقة إيفيجينيا، ازاي انت اب وبكل سهولة وعشان اي سبب يخليك تقدم بنتك قربان، وكمان دعتها على انها عروسة وناوي تموتها؟ اعرف اني في اقصى درجات العذاب دلوقتي يا اخيليوس، مش سهل علي ابدا اعمل كده، وحاولت ابعت احذر مراتي وبنتي من مجيئهم لهنا، لكن رسالتي وقعت في ايد الملوك ومنع وصولها، كلهم قرروا يضحوا ببنتي. مهما كان الضغط اللي حواليك مفروض تدافع عن بنتك، ولو انت رضيت ورضخت لضغطهم انا ماليش علاقة بالموضوع ده، وبرفض يتحط اسمي في اللعبة دي، برفض تعشم بنتك بالجواز مني وانت هتقدمها قربان، ولو انت ضعيف ومش قادر تدافع عنها انا هقدر احميها منك ومن كل الملوك اللي هنا. في ايه؟ ايه اللي بيحصل؟ صوتك يا خليس عالي قوي، ايه اللي مضايقك؟ أوديسيوس، أكيد طبعاً أنت على علم بكل اللي بيحصل، وأنت كنت مسافر ولسه راجع، يا ترى كنت فين يا ملك؟ كنت في ميكينايا يا إيفيجينيا. زي ما توقعت بالظبط، أنت اللي رتبت إنك تجيب إيفيجينيا لهنا وتفهمها إنها جاية عشان زفافنا، وفي الحقيقة أنت جايبها عشان تقدمها قربان لأرتميس. اهدى بس يا إيفيجينيا، ما كانش قدامنا حل تاني، يا إما كلنا هنخسر حاجات كتير قوي غير جيوشنا وجنودنا، وهنخسر شرفنا
وسمعتنا بين الممالك لو الحرب دي ما تمتش وانتصرنا على طروادة. وإيفيجينيا هي اللي هتخليكوا تكسبوا الحرب دي يا أوديسيوس؟ كل حرب وليها ضحاياها، وناس كتير بتقدم حياتها فداء علشان حياة باقي الشعوب، وإيفيجينيا واحدة من الناس دول، وهتفضل رمز للتضحية وهتخلب بينا كلنا. ومفيش حاجة لما انت تضحي كمان يا أخي وتفهمها انك هتتجوزها علشان ما تخافش، حتى انت هتبقى سبب سعادتها لوقت قليل يا أخليوس. لا يا أوديسيوس، انا برفض اشترك في اللعبة دي، برفض اخدع بنت بريئة عشان مصالحكم انتم يملوك جزر اليونان. كل واحد منكم كان ليه مصلحة، وكلكم اتفقتوا على البنت المسكينة اللي المفروض والدها يدافع عنها قدامكم، لكن حتى هو ليه مصلحة وقرر يضحي ببنته. أنا بنتي عندي أغلى حاجة يا أخليوس، لكن أنا رفضت أكون أناني وقررت أني أقدم حياة بنتي علشان أحافظ على حياة آلاف الجنود. وأعرف أنك لما تكون قائد للجيوش دي كلها ده هيخليك تاخد قرارات من أصعب ما يكون على النفس. مهما كانت مبرراتك أنا برفضها يا أجمامي، ولو كلكم فضلتوا على نفس قراركم فأنا وجيشي مش هنكمل معاكم. واعرفوا أن بعلن انسحابي وهاخد جيشي وامشي، وهاخد معايا بنتك وهحميها منك أنت وباقي الملوك، وبقوا حاربوا طروادة بطريقتكم. وبعدين يا أوديسيوس، تفتكر أخليوس هينفذ تهديداته ويمشي فعلا وهياخد إيفيجينيا معاه؟ اهدى يا أجمنون، أخليوس غضبان يا أجمنون علشان احنا استخدمنا اسمه من غير ما نقوله، ولو كنا قلنا له كان برضه هيرفض وما كانش هيخلي إيفيجينيا تيجي لحد هنا. هو بس مشاعره رقيقة، لكن شوية كده وهيهدى. اطمن. اطمن ازاي يا أوديسيوس؟ انت ما شفتش مش ازاي؟ انا قلقان لحسن يروح يقول لي إيفيجينيا والكلوتمنسترا على اللي بيحصل. طيب بقول لك ايه، تعال نروح لهم واكنك بتطمن عليهم، وممكن تفضل قاعد معاهم شويه لحد ما نسيطر على غضب أخليوس. يلا بينا. يلا بينا. اهلا اهلا بالامير أخليوس، انا وعروستك كنا في انتظارك. ملكه كلوتيمنسترا، لازم تجهزي انت وإيفيجينيا دلوقتي عشان هنسافر في خلال ساعتين بالكتير. هنسافر تاني؟ احنا لسه يدوب واصلين من ميكوناي. انت عايز تعمل فرحنا في مملكة والدك ولا ايه يا أخليوس؟ حتى لو عايز تعمل فرحكم في مملكة فيسيا لازم أجاممنون يوافق، وكان اولى ان الفرح يتعمل عندنا في مملكة ميكوناي. لكن انا فهمت انك اتفقت مع أجاممنون انكم هتعملوا الفرح هنا في اوليس. مفيش فرح ومفيش جواز من اصله، دي كانت لعبة لعبها أجاممنون وأوديسيوس مع باقي الملوك عليكم يا ملكة كلوتيمنسترا. مفيش فرح؟ مفيش جواز؟ انت بتقول ايه يا خليوس؟ ولعبة ايه اللي انت بتتكلم عنها دي؟ أجاممنون اتفق مع باقي الملوك انه يبعت يجيب إيفيجينيا لهنا عشان يقدمها قربان للإلهة أرتميس عشان يقدروا يسافروا ويحاربوا لطروادة. هي دي خطتكم. ايه الكلام ده؟ انت بتقول ايه؟ انت كذاب، لا يمكن والدي يعمل كده. انت لو غيرت رأيك ومش عايز تتجوزني ما تخربش علاقتي بوالدي، ولو سمحت اخرج من هنا فورا. أخليوس انت بتعمل ايه هنا؟ انت قلت لهم ايه بالظبط؟ انا اللي عايز اعرف يا أجاممنون، الكلام اللي قاله أخليوس ده صحيح ولا كده؟ انت فعلا جبتنا هنا عشان تقدم إيفيجينيا قربان لأرتميس؟ جاوب يا أجاممنون. ترسل الإجابات الصحيحة على إيميل هيئة تنشيط السياحة eta.awareness@egypt.travel. الإيميل بالتفصيل eta.awareness@egypt.travel
AVEL. أيوة أنا الحب الإبليسي. مغامرات غدير وبكير. مغامرات غدير وبكير. الموسيقى إهداء دكتور رامي مصطفى. غدير وبكير في عالم الأساطير. تكتبها مروى محي، مدحت رياض. الإخراج سعدي حسين.